مرحبا جايز، مرحبا بكم فيديو مره اخرى، فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير، ياك بخير الخوت. طوب الحمد لله. اليوم غادي يكون واحد لا فيديو جديد نبريزونتي لكم، يعني من شارع مولاي يوسف حتى المعارف ان شاء الله. كنتمنى يوفقني الحظ ويطلع شي فيديو زوين وينال الاعجاب ديالكم. الا كنتي اول مره غادي تفرج فيهم، تنساش دير لايك كومونتير زوين وتابوناو في الجرس، خلي دي كومونتير بزاف باش تطلع لاشين وتكبر العائله ديال سعدي. يلاه نكملوا لا فيديو، هيا بنا. خوت كما كتشوفوا هذا هو شارع مولاي يوسف. كيعجبني هاد البلاصه بزاف، باسكو كنت كنمشي منه ونجي منه ثلاثه المرات في السيمانه فاش كنت كنقرا في السونتر امريكان في شارع مولاي يوسف. هنايا راه في القند ديال الشارع، منين نوصل نوريه لكم. ديما نمشي ونجي، وبالليل كيكون زوين وبالنهار زوين ونقي. وهنا هانتوما كما كتشوفوا هنا القنصليه ديال الميريكان، يعني اللي ما عرفش القنصليه ديال الميريكان فين كاينه هنا في كازا، راه هي هذه القنصليه ديال الميريكان، جات في شارع مولاي يوسف. غير كتفوتوا تفوتوا البارك ديال لالي كاغاب اللي كنت صورت لكم فيه. ايوا كتزيدوا شويه، ها هو كاين، هو هنايا جا باين وكبير القنصليه ديال امريكا. يا هادي جا في شارع مولاي يوسف، واحد من احسن الشوارع اللي جا في بلاصه استراتيجيه حدا المدينه، حدا اونفا، حدا المعارف، حدا كل شيء. يعني يا سلام خوت، شي سكنه هنا يا سلام. هنا حداك المدينه كما قلت لكم، حداك المعارف، حداك دوماغس، هذاك اي بلاصه. اهم حاجه هنا كاين السناك، كاين الكافي، الويبول، لي زوتيل، اي حاجه كاين هنايا فهاد البلاصه. دابا انا لقيتوني غادي من درت من شارع مولاي يوسف، سمحوا لي ما بغيتش نكمل لكم حتى اللي تلقوا الشارع فين كاين سنتر امريكا، وعاد ندور نطول على راسي الطريق. درت من هاد الشارع شويه مضيق، كيخرجك اون فاس المعارف حدا تشوين. دابا حنا غادي من هنا، هنا السكنه زوينه ولكن شكون غالي. شتي هنا كاين فرق ما بين واحد لاباس عليه وواحد لاباس عليه. هذاك اللي لاباس عليه هو اللي يسكن هنا، اما اللي لاباس عليه شويه ما يسكنش هنا. غاليه القضيه هنا يا خوت. اوكي سو بلا ما نطول الهضره، حتى تكون شي حاجه اللي خاصها تقال ولا تصور غادي نعاود نبان لكم، يبان لكم هاد الكمار هاد الفاتشه. يلا خوت، تفكرت واحد الحاجة. علام بعض المرات كتكون كتهضر مع شي دري مثلا كونيكتي انت وياها، يلا تعرفتي عليها، كتقولها فين كتسكني، وهي كتلقاها محفحفة وعلى قد الحال وساكنة في شي بلايص لونتوراج ديال المعارف، ماشي شي بلاصة محفحفة بعيدة شوية على المعارف. كتقولك أنا في المعارف، علاش كيقولو هكا باش تبان موديرن شيك، باش اتيري لاتونسيون. واختي قولها فين ساكنه، بحال المعارف، بحال درب السلطان، بحال اي حي كما كان، ما بقاتش فين ساكن، بقات كيفاش انت داير. اوكي جايز، بحال مثلا كتلقى شي دري ولا دريه من درب السلطان ياك، وكتقول لبنادم انا راه ساكنه في دوماغس. دوماغس كومون، بي هونست بي هونست. المهم انا دابا تقابلت معها، يلا وصلت للتوين، غنصور لكم شويه هنايا. يلا ليتس جو. خوت كما كتشوفوا هنا فهداك بحال كنقول السونتر ديال تشوين، صغار شويه ولكن ماشي صغار بزاف، في كل شيء. في لو بغيتي تجي دير الكراتين، تشري اي لعيبه من هنا، تجي كاين لاجونس ديال الاتصال اجنتهم، عاد كاينين دي بوتيك ما عرفتش ديال باسكو ما كنجيش ليه بزاف هنايا. هادو ديال لاكواف، كاينين بزاف ديال لاكواف الافارقه هنا. الدب صحاب الدب اجيني اجم
كاينين بزاف الافارقه هنايا كيديروا ديك التسريحات الشعر واللعيبات، كاينين بزاف ديال لاحظتوا اخوتي كاينين بزاف ديال امشيو من هنا. كاينين بزاف اخوتي هنا، كلشي لاحظت واحد 90% محلات ديال لاكواف، الا بغيتي تقاد وكاع المحلات فيهم الافارقه، ماشي كنقولوا افارقه عنصري، ما هكا كنقولوا لهم، يعني كلشي محلات لاحظت قليل فين كتلقى شي محل واحد بحالك، كاع المحلات ديال افارقه وهذوك كيصايبوا الضفيرات والشعر والكراتين واللعيبات. المهم يلا نكمل. هنا كما كتشوفوا كاينه زارا، هنا كما كتشوفوا نخليو توين هنايا امجوني، تما كاينين واحد الكافي زوينه هنا، كتدخلوا في هاد الزناقه هنايا اللي مقابلين مع المعارف، هنا كتبدا تلقاو شويه لي كافي لي ريستورون زوينين، اي حاجه داكشي مبيع اساس كتلقاه هنايا، صحاب الفلوس كيجيو ديما هنايا يجمعوا هنايا. داك تي اخويا ولا غادي مزلوط، ابتعد ابتعد عندي، الا كان عندك شي غراض ولا شي حاجه كاينه هنا جي، كاين باش انت مزلوط تكلف نفسك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المهم هانتوما كما كتشوفوا كاينه مروه، واحد البوتيك ديال مروه هنا، تدخلوا من هنا ها. المهم هاد الزناقه ما بغيتش نطول لا فيديو، هاد الزناقه حتى في الزناقه مليه، الزناقه مليه تما فيهم لي كافي واعرين، داكشي زوين تلقاو اي حاجه، لي ريستورون لي كافي داكشي زوين، وجد غير موكا حبه جيبك يكون عامر عشيري ومرحبا بك اي بلاصه. خوت دابا انا في الجردة كما كتشوفوا اللي حدا ماكدونالد، هاي هو ماكدونالد كما كتشوفوا. المهم الحاجة الوحيدة ما كيعجبنيش، علاش ما كيعجبنيش نجي بزاف هنا للمعارف، باسكو اللي عنده واحد شوية ديال العياقة الشيطة عليه، واحد شوية ديال العياقة ولا شوية بزاف ولا يدبر راسو، دري ولا دري كيجي يطلق هنايا في المعارف، شي كيعيق على شي وشي كيبان على شي، حتى لعند مول الشي. يلا نمشيو حنا يلا. خوت هنا هانتوما كاين ال سي واي كيكي، هنا كاين بزاف ديال هادوك الاوفيشال ستورز ديال اي ماركه، زارا راهي قدامي، هذيك زارا ما عرفتش مع الشمس قال ما كيبانش ليكم. المهم كاينه زارا، كاينه بلانيت سبور، كاينه بولان دو فيرل هي قدام، بزاف ديال لي مارك، كاينه بيرشكا، كاين بزاف. المهم كاين يعني في المعارف كله دي بوتيك ديال اي حاجه بغيتي ديال الحوايج، بلا ما ندوي على لي كافي شي حاجه واعره، نتوما شوفوا لي كافي هنا، الشارع زوين قادوه من ورا راس العام. المهم هنا كتبقى غادي كاين كاينين المحلات بيرشكا وداكشي، كتزيد كتبقى غادي طول من تما، راه كيديك تقدر تمشي لتيران مركب محمد الخامس، ولا تمشي ليه، ولا بحال غادي الحي الحسانية وداكشي. المهم حنا ها الشارع قادوه، ها
البلاصه غادي نختم لكم هذا لا فيديو هذا البلوك. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. واخا داكشي عادي قبل عني باسكو كنصور بوحدي وكنحاول ندور بوحدي وداكشي كيكون راكم عارفين اللي كيكون مع الدريات وهكا وكتخلقا كيطلع داكشي زوين مع بوحدك كتطلع شويه صعيبه القضيه بنادم يقدر يجي الملل. كنتمنى نكون توفقت في هذا لا فيديو. المهم قبل ما نساليو لا فيديو، الا كنتي اول مره تجي مثلا لكازا وتلاقى مع شي حد وقال لك نتلاقى حدا المعارف، قول لي حدا الدروج ديال التوين، حدا الدروج ديال التوين، ما تلف ما والو سالينا. المهم لا وصلتي حتى لهاد البلاصه ما تنساش دير جيم، لا عجبك لا فيديو خلي كومونتير زوين، تفاعل في لا فيديو مزيان في لي كومونتير بزاف باش يطلع الناس باسكو خوكم يلا بادي، وخصني الدعم وشارك في القناه وفعل الجرس. يلا نشوفكم في فيديو جديد، باي باي.